يا جماعة، ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين ومبسوطين. سوري علشان صوتي عامل كده، بس انا عيانة شوية، بس قلت لازم اصور الفيديو النهاردة. الفيديو النهاردة هيبقى عن ماي ليبستيك كولكشن، او مجموعة الروج اللي عندي. هي مش كبيرة قوي، بس حبيت اصوره النهاردة. من نمبر 7، رقمه 5، واسمه ديفاين. هو لونه كده بيج او نود فاتح خالص. بحطه لما بحط سموكي اي ميك اب او كده، لاني لو حطيته وانا مش حاطه حاجه تاني في وشي بيبقى شكلي بهتان قوي وما بيبقاش شكله حلو. ده لونه، هو بيج فاتح جدا جاي على بينك، بس برضو فاتح قوي. متهيأليش انه باين على الكاميرا لانه قريب قوي من لون جلدي. تاني روج من ريمال اسمه جاست ليست، رقمه 12. هو اورنج جاي على بينك شوية، وفي زي شاين بسيطة كده. وده لونه. تالت روج من ماكس فاكتور، رقمه 837، اسمه سان برونز، ولونه جاي على بني على اورنج كده، اغمق شوية من ريمال اللي قبله. بعد كده واحد كمان من ماكس فاكتور اسمه ميبل، ورقمه 839. هو اورنج، يعني بين الاورنج وبين البينك فاتح قوي، وبرضو في اللمعة دي او الجليتر ده. بعد كده روج من مايبيلين، رقمه 805، اسمه هوت فوشيا. وده لونه، هو فوشيا غامق، يبقى لونه حلو قوي. بعد كده عندي الروج ده من ريمال، اسمه دارك نايت ووتر اوبس تقريبا، ده اسمه، ورقمه 380. ده روج شتوي قوي وبحب احطه، وبحسه بيدي، مش عارفه، بحسه بيليق على الشتا قوي، بيبقى شكله حلو. هو غامق شويه وجاي على احمر غامق قريب من الموف، يعني نبيتي شويه بس على جاي على موف. بحب لونه قوي. في ناس كتير مش بتحب الالوان دي، بس انا بحبها في الشتاء. بعد كده عندي روج من ماكس فاكتور، سوري، اسمه مارشميلو، رقمه 725. وده لونه برضو بينك، وفي الجليتر الخفيف ده. عندي الروج ده من نمبر 7، اسمه بلوم. هو لما بحطه بحس انه شوية شبه الجلوس، بس هو روج، وهو لونه يبان غامق قوي في الكونتينر، بس هو خفيف قوي، قلتلكو زي الجلوس. بعد كده عندي الروج ده من ماكس فاكتور، لونه احمر. ده لونه بيبقى فاقع قوي، بحطه، مش بحطه على طول، يعني بحطه لما ببقى حاسه ان انا ممكن ابقى جريئه او كده، ف يعني مش دايما بستعمله، بس هو لونه تحفه. وده من مجموعه ماكس فاكتور اللي بترطب الشفايف، فهو حلو، بيخلي الشفايف مترطبة كويس قوي،
وعشان هو اللون فاقع كده فلازم تبقى الشفايف مترطبه، ما تبقاش متشققه، لانها لو متشققه هيبان التشقق قوي في لون فاقع زي ده. بعد كده عندي ده من روج بلوت من ايف سان لوران، رقمه 23 او مش عارفه اسمه، معلش. هو لون طبيعي قوي زي لون الشفه العادي، يعني ينفع الاستخدام كل يوم، والكونسيستنس يعني بيبقى يعني عمري ما مجربت روج نفس الترتيب بتاعه، يعني بيبقى ناعم قوي، مش عارفه جربوه عشان تشوفوه يعني. واحلى حاجه بحبها في الروجات دي انها لما تخلص ممكن تطلعي الجزء ده وتستخدميه كأنه خاتم. بعد كده عندي الروج ده من ماك، اسمه رافيشنج، هو الفينش بتاعته كريم شين، هو اورنج هادي شوية مش فاقع قوي، ده لونه. بعد كده عندي روج كمان من ماك، اسمه فيجاس فولت، ده بقى الاورنج الفاقع الرهيب، واهو لونه. بعد كده عندي ده كان روجي المفضل لفترة معينة، رقمه 42، اسمه جاست سو من ريمال، واضح انه كان المفضل لانه خلصان، وهو لونه عادي طبيعي، بيبقى على ال يعني زي لون الشفايف بس احسن شوية. كان مناسب لكل يوم، يعني لما انزل الصبح او كده كنت بستخدمه على طول. ده لونه، يا رب يكون باين. بعد كده عندي واحد من ريفلان، هو نود بيج برضو زي اول واحد، هو مات فينش، يعني بيبقى مطفي ما بيبقاش فيه لمعة، اسمه موفي توفر، وده لونه مش هيبقى باين برضو على ايدي، هو قريب من اول واحد بس اول واحد فيه شاين بسيطة وده مات. بعد كده عندي واحد كمان من ماكس فاكتور، اسمه سوفت توب، رقمه 13، وهنا لونه هو جاي على بينك، وفي برضو الشمر دي او اللمعة دي. عندي واحد تاني بيج برضو تالت، اسمه رير، رقمه 10 من نمبر 7، هو بيج جاي على غامق شوية، يعني جاي على بني اكتر، وده لونه. بعد كده عندي دول الاثنين قدام قوي من لوريال، ده رقم 320، وطبعا زي ما انتم شايفين خلصان لانه لون من الالوان الطبيعية اللي هي زي ما قلت لكم زي الشفايف بس احسن شوية، هو ده. وبعدين التاني رقمه 102، ولونه جاي على اورنج وفي شمر برضو شوية لمعة كده. وده اول ليب جلوس عندي، هو من ايف سان لوران، هو ليب بلامر، يعني المفروض ان هو بيكبر الشفايف بس يعني هو مش بيكبرها قوي او حاجة، هو بس لما بحطه بحس بحرقان زي النعناع، فده بيدي افكت شوية ان الشفايف ممتلئة اكتر او حاجة كده، وفي SPF 10، وهو لونه مش غامق قوي زي ما هو باين، هو الليب جلوس فاتح قوي، يعني هو بس اكتر ان هو بيأثر ان هو بيكبر الشفايف شوية، لكن كلون هو ما بيديش لون جامد قوي.
بعد كده عندي الليب جلوس ده من ميبيلين، هو فوشيا زي ما انتوا شايفين، وبيطلع الليب جلوس من تحت ان انا بلف دي، فهو بيطلع من الخرام اللي فوق دي، ولونه اهو فوشيا غامق. وبعد كده عندي انا مش عارفة هو روج ولا ليب جلوس ولا ايه، بس انا بحطه مع الليب جلوس ده من ريفلون، هو مسمينه بالم ستين، واسمه دارلينج شيري، ورقمه 10، وده لونه جاي على موف فاتح شوية. جربوا فينا، جربوا هنا، ده لونه. وبعد كده عندي الليب جلوس ده من NYX او NYX على حسب انتوا بتقولوا ايه، ده اسمه اسطنبول ورقمه 6، وهو مات يعني مطفي ما بيلمعش، بس لونه حلو قوي. هوريكو لونه هنا، ممكن ما يكونش باين قوي في الكاميرا، بس هو بينك حلو قوي ومات، وانا كمان بحب المات جدا. وبعدين عندي الليب لاينر ده من لورد اند باري، هو بستخدمه لما اجي احط روج بيج او كده عشان احدد بيه شفايفي، ده الليب لاينر الوحيد اللي عندي وبستخدمه، اللي هو لونه بيج بس بيساعد في تحديد الشفايف لما احط الروج البيج عشان ما بقاش بهتانة قوي، ده لونه. وبعد كده عندي العلبة دي، جبتها احطها في الشنطة عشان لو احتاجت ليب جلوس في اي وقت، فيها التلاتة الصغيرين دول، دي من ماركة اسمها شي، انا مش عارفة هي ايه بس انا لقيتهم وعجبوني جبتهم، ارقامهم J24 J210 J212، اسمهم بيبي ليبس وهم حجمهم صغير قوي كده، ده لونه احمر زي ما انتم شايفين، وده بينك فاتح قوي في جليتر كتير قوي، وده اورنج وفي جليتر بس مش كتير زي البينك، ده جليتر بسيط كده شمر بسيطه. وبعد كده اخر حاجه عندي الليب ستينز دول من نمبر 7، هما حاجه شبه زبده الكاكاو، بحطهم كده بايديا او بصباعي او بفرشه روج، بيدوا لون بسيط قوي يعني لون خفيف خالص، وبيرطبوا الشفايف شويه مش قوي. بس كده هوريكم الوانهم، ده لونه اهو زي ما قلت لكم بيدي لون خفيف قوي، ده بينك جاي على موف شويه، وده كورل او اورنج اهو، الوانهم خفيفه قوي. بس وبكده الفيديو بتاعي يكون خلص، الكولكشن بتاعت الروج اللي عندي، ده التاثير اللي حصل في ايدي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم لون من الالوان دي تجيبوها وتبقى حلوه عليكم، ويا رب ما اكونش زهقتكم، واشوفكم على خير، باي.